معنا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. إذن أحمد، يعني استنكار من مصر بشأن التصريحات التركية، ماذا في خلفيات هذا الكلام المصري؟ في الواقع هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون أتراك عن مصر بشكل سلبي وعن الأوضاع والتطورات السياسية في مصر بعد 30 من يونيو بهذه السلبية لخدمة أغراض أيديولوجية كما ذكر بيان الخارجية المصرية. وهذه الطريقة في الرد المصري أيضا ليست الأولى من نوعها، فمصر تحرص دائما على عدم الانجرار خلف مثل هذه التصريحات التي تندرج تحت بند ما يسمى المهاترات السياسية. مصر ترد دائما ببيانات استنكار وإدانة لهذه التصريحات التي ينظر إليها على أنها محاولة ربما للاستهلاك المحلي، وأيضا محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، لكن مصر عادة لا تلتفت إليها وأحيانا ترد عليها بالتجاهل كلية. لكن هذه المرة كان رد المتحدث باسم الخارجية المصرية هو الرفض القاطع لهذا النهج التركي وهذه اللغة التركية والمفردات التي استخدمها وزير الخارجية التركي في حديثه السلبي عن مصر. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنها تكرس وتعبر عن التناقض في المواقف التركية وافتقار السياسة التركية للمصداقية فيما يتعلق بادعاءاتها بأنها تسعى وراء تعزيز العلاقات الودية بين دول الجوار. شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسلنا أحمد مهران.